إذا أنا حكيت تونسية ليلة حكيت جميلة، حكيت فيها برشا شجاعة وحكيت فيها برشا وجاعة كما حكيت أروى وأحمد اللي كنا نحكي فيها قبل الفاصل. قد أروى قلت لي تحب تقول حاجة لي مش بالسهل معناتها اون ان تران دو فيفر ان كومبا انا وراجلي كل يوم مش بالسهل علينا كل يوم ندخلوا لدارنا ما نلقاوش ولادنا قاعدين نعيشوا باش ناخذوا حق ولادنا بوغ لو مومون معناتها حياتنا واقفه باش ناخذوا حق ولادنا اي جو فولي ريميرسي انكور اون فوا الاستاذ حياه جزار والاستاذ وليد زراء مي فريمون اللي عملوه معانا معناها vraiment ما يتوصفش ربي معكم. اوكي بار لا ميم اوكازيون حبيت نشكر شركه اوريدو مي وقفوا معاه صدقني معناتها الا باسي 4 على ميزون معناتها وقفوا معاك انسانيا من غير اللي عيلتي ما وقفتش معايا شركه كامله بالحق يعطيهم الصحه ولا واضح اونكور اون فوا ربي معكم عايشك وان شاء الله نسمع لكم كان الاخبار الطيبه نجيو لسي سهيل الهنشيري هكا ولا؟ سي سهيل انت منشط وممثل مسرحي تحب الجو اما الجو ما حبكش اما الجو ما حبكش تحب الجو اما الجو ما حبكش قبل ما نحكي ونشوفوا التقرير هذا وبعديك نرجعوا صار ودي من الصغر ذكي في قرايته من السنة الأولى يجيب في 18-19 خذا السيزيام من أول عام تعدل الثانوي كيف كيف خذا الباك من أول عام قرا عام في تونس وبعد جاء قرا هنا عامين ما نجمش ثلاثة في الجامعة وفي تونس ما قديتهمش قلت أنت يلزمك تضحي ماما قنعات عدى كونكور في الحاكم نجح سنة ثالثة عطوه حافظ أمن مش لكن مش مقتنع به ولا قال للضرورة أحكام ديما مهمة في دارهم في باباه في أمه في إخواته نسموا فيه أخو البنات يعني أسرارنا الكل عنده وأسرارها الكل عندنا وعنده علاقات طيبة مع جيرانه ومع أصدقائه ومع الناس كل برسك ولدي كأنا واحد من الأولاد ما عنديش حتى فرق ما بينه هو والأولاد خلاص نشارك في المصايف والجولات كل عام يخرج الصيف مع أصحابه متبعش حاجة تحرام ولا تدبر راسه ولا بالعكس لكن المشكله نتاع اللي هو ديما مش مرتاح في الخدمه قليل وين يعطوه راح في العيد ذا يقول ماما رانا خدمتنا راهي صعيبه ما نجمش ساعات يجي في الليل يروح في الليل حتى كي يجي في الليل يكلمني نخرج نقعد انا وياه نجو القهوه نقعدوا في القهوه هنا الحكم الكل اصحاب الكل طار باهي مع الناس الكل ما يعيبش حنين ما تسمعيش منها الكلبه الخايبه ديما يضحك فدلك حتى كي تغلطي معاك ما يسالش سامحني انا غلط في ماي 2008 قعد عبد الله الجمعه ورجع يخدم من وقتها ما ريناش طار هو يكلمنا طمنا عليك هز تليفون وقول راني لاباس برك سامحني خاطر انا لزيتك الخدمه مش ما تحبهاش سامحني سول سالت امها كي نشوفها نهرب ما نقدش نخرج لها خاطر قالت لي مره قالت لي كلمه قالت لي نشوف متفكر طاه نورت العيله هذاك نورت العيله بحق سهيل سيدي انت التاريخ اللي بدل لك حياتك هو نهار 4 جوان 2008 ولا انا غلط صحيح اعطينا الحكايه شوف اول ما الحديث اللي باش نحكيه توا صار اول مره باش تحكى قدام امي اللي تتفرج نور الموت واخواتي معناها موقف الضعف اللي انا فيه توا هم اول مره باش يشوفوني فيه خاطر انا معناها قدامهم ديما قوي ديما عندي الاخبار السمحه ديما كل شيء معناها اما اللي باش نحكيه توا هو باش يحكي القلب مش باش يحكي اللسان نهار 4 جوان 2008 معناها قاعد في القهوه كيما الناس الكل في قفصه معناها الطقس سخون معناها صونا تليفوني وقت جبت تليفوننا قاه رقم من ليبيا معناها عادي ما خاطر الارقام من ليبيا خاطر خوالي في ليبيا وكل شيء ما استغربتش معناها ديريكت هزيت التليفون معناها وقت اللي هزيت التليفون سمعت صوت خويا معناها خويا عاون امن في ليبيا ووقتها معناها البلاد ماكله بعضها احدث رديف وحوض المنجمي معناها برشا حكايات في راسي معناها دخلوا قلت له اش تعمل معناها هو بالحق معناتها كيف معناتها انا ما رديتش بالي
اما احنا هنا في 2008 في تنبك في تنبك مشاكل للحوض المنجمي. بالحق شو يعمل خوك في ليبيا؟ شو يعمل خويا في ليبيا؟ هو فتك بالحديث، هو خويا قبل ما يوصل ليبيا معناها كان ديما يجينا معناها القفصه يقول راني باش نمشي رنفور القفصه وراني مشيني حاب نمشي، راهي عندي برشا مشاكل في الخدمه وديما امي تصبر فيه معناها كمل وهذيك هي خدمتك، يقولها لا ما نجمش راني راهم يقولوا لي اهبط القفصه راني راني مشين قاعد نخدم. خاطر نعرفش يمكن كلامي غلط معناتها يمكن صعيب خاطر انت من قفصه. انا من قفصه اي خاطر كي يبدا واحد من شمال ولا من الساحل ولا من حاجه معناتها اسهل باش يخدم امني في بلاصه ما يعرفهاش. معناتها انا كان يبعثوني كان جيت امني يبعثوني في حومتي اصعب لي اصعب بالطبيعه ولا انا غلط معناتها؟ لا اصعب على الاخر معناها هو باش يهبط القفصه باش يهبط ولاد حومته واصحابه اللي هم عاملين انتفاضه معناها واضح قرر مشي قاعد نخدم تو راني مشيني قاعد نخدم معناها راني حتى كي نطلع تونس تو مشيني نخدم حسيلو بالدز والاز رجع يخدم على روحه ما في بالناش احنا اللي هو في ليبيا حسيلو هرب ليبيا هو ولا كيفاش؟ هاو جيك الحديث وقت اللي كلمني بالتليفون قال لي راني في ليبيا قلت له اش تعمل معناها في ليبيا طبعا؟ قال لي شوف معناها راني طلبتك معناها مانيش باش نقول لك اش نعمل ومش تعمل وتدخل في الحكايات هذه خاطر هو خويا الكبير معناها بالقدر انا وياه معناها اكبر منك بقداش؟ اكبر مني باربع سنين معناها اي معناها بالقدر بالقدر على الاخر معناها قال لي باش نقول لك كلمتين معناها طالبك باش نقول لك كلمتين اكا هو قال لي طالبك باش نقول لك امك واخواتك امان نحاسبك عليهم نهار اخر احنا عندنا اربع بنات وانا وهو كاو قال لي صاي راني في تونس كان باش نبقى راني مش شد الحبس راني قصد ربي لايطاليا وعلق التليفون باش يحرق متى باش يحرق قال لي راني باش نبقى في تونس راني مش شد الحبس قال لي نجي نهار راني باش نحاسبك على اختك وامك صاي حطني في الصحن معناها حطني في مسؤوليه معناها معناتها ما حبش يحرق من تونس حب يحرق من ليبيا اي حب يحرق من ليبيا حرق من ليبيا خاطر هو في تونس من وقتها من وقتها ما نعرفوش على خويا حي ولا ميت الى يومنا هذا شو من التليفون هذاك من هذاك هذاك اخر تليفون معناها اول تليفون سمعته واخر تليفون تحملتك الخبر نهارين وحدي معناها ما نجمش نتكلم حملته بيني وبين روحي معناها لا قلت لداركم لامك لبوك خليتها بيني وبين روحي معناها ما زلت على امل انه باش يتكلم باش يرجع بعد نهارين عاود طلبت الرقم نلقى مسكر وقتها مشيت قلت لبابا قلت له لو طاهر في ليبيا ولا في ايطاليا قلت له راه طاهر في ليبيا وكاو ما حبيتش نقول له راه في ايطاليا قلت له راه ولدك كلمني راه في ليبيا بابا خاطر في بالي اللي هو معناها فما مشاكل في الخدمه نتاعه برا جيب ولدك وكاو فهمتك مشى قصد ربي بابا ليبيا مشى ليبيا لو جاي ديريكت ديريكت خدمه الكرهبه وقصد ربي خاطر خوالي في ليبيا انا معناها نعرفوا ليبيا بالقدام هي جديده علينا ليبيا معناها قصد ربي كيما مشى كيما جا دونك تحملت انا المسؤوليه وقت قلت له بابا معناها خليني تو انا نقود هالحكايه هذه بديت نتبع في الحكايه في الحكايه بديت نربط في الخيوط كذا وكذا عرفت اللي هو بالرسمي خرج عن طريق شكون من بنقردان فلاك ليبيا وقتها انا ما نجمش نخرج عمري وقتها 22 سنه 21 سنه ممنوع عليا اللي يدخلوا ليبيا في 2008 كان ترجعوا القانون كان فوق 32 سنه ما نجمش ندخل ليبيا انا وقتها واش باش نعمل دخلت فلاك كيما دخل خويا بالضبط كيما دخل خويا ليبيا دخلت وصلت للبلاصه اللي اسمها زوارع وين الحراقه وين كل شيء من فم بدت الرحله معناها اللي شفته في ليبيا معناها بديت عالم اخر معناها كيما شنو هو فسر كيما عالم الحراقه كيما عمري ما كنت نتصور انسان باش يمشي يحرق يولي في سجن فردي معناها يتحكم عليه في سجن فردي ما عندهم قانونهم عندهم حياتهم عندهم كل شيء خاص بهم معناها ما فهمتش شكون هم ما الحراقه معناها الحراقه معناه انسان ماشي باش يحرق مو ماشي باش يحرق شعط فلوس باش يحرق اما في ضمن الجونه البلاصه اللي يقعدوا فيها فما قانون معناه خاطر انا مشيت بالمرحله اللي مشى بها خويا حبيت نوصل للانسان اللي خرج خويا والا اللي ما خرجاش والا تشد حبيت نفهم الحكايه شنو هي مريت بالمراحل هذيك الكل ما انا شفت اللي يحب يرجع لبلاده ولا يحب يقول اعطوني فلوس كيفاش يهزوه للحبس الفردي كيفاش ما يعطوش الماكله شفت كلش كيفاش يضربوه شفت كل شيء معناها شفته معناها في التجربه هذيك الاولى عاودت رجعت لتونس ما لقيت حتى ما فهمتش حاجه مازلت ماشي مستوعب الحكايه اي عرفت اللي خويا ماهوش وحده هو اللي هو معاه صاحبه وجا باب صاحبه معناها بدينا نربطه في الحكايات جا باب صاحبه وقصدنا ربي ليبيا عمليه بابا ترخيص اللي انا ماشي باش نطلع على جدتي وجدتي مريضه وقصدنا ربي ليبيا مشينا للزواره هذه البلاصه معناها
نتاع الحرقه معناها بريسك الحرقات الكل يخرجوا من زوار. اقسم بالله وقت اللي دخلنا القهوه هذه حق قهوه نتاع حراق، وقت اللي دخلنا انا وعم عمر او يتفرج فيا ويعرف، وقت اللي دخلنا احنا القهوه الناس كل هربت، ما قعد حد في القهوه. علي شافوه هو معناها ظاهره الحكايه، هو معناها راجل كلاس ومضخم برشا وكل شيء وجايب وليد ظاهره، يا يلوج على حرق يا يلوج على شكون حرق، ظاهره الحكايه معناها. جتنا كان طفله اللي تخدم في القهوه سالته، قالت لي يا اخي ولدك؟ قالها مش ولدي. قالت له تلوج على معناها تحب يمشي لايطاليا؟ قالها لا ما لا راني كي جينا نعمل في القهوه معناها وقصدي ربي. مشت هي ورجعت جانا وليد جرجيسي من جرجيس، يعطي الصحه كان حي ولا كان ميت، خاطر الثنيه اللي مشي فيها هو الصعيد كان يبقى حي، اما يعطي الصحه وقف معنا على الاخر. جانا قروا انتم ملا جمل تخرج فيهم صاحبي. هذا هم خاطر المصطلحات اللي مش نجم تفهمني. ملا جمل باهي واصل تفضل سمحت. خزر لنا قال شوف معناها علاش جايين، معناها راكم ظاهرين انتم عندكم حكايه معناها. قال راني تونسي ولد بلادكم ما نبيعكمش، اما قولوا لي علاش جايين. حكينا له الحكايه. هزنا البلاصه. بلاصه كبيره معناها كيما استوديو كيما تشوف البلاتو، اما هو حبس معناها نتاع الحراقه، ماهوش حبس تبع الدوله معناها، حبس هذا نتاع الحراقه. قال لنا شوفوا معناها خايفش تلقوا ولادكم فم معناها. ما لقيناش. لوجنا ما لقيناش، لقينا جزيريه، لقينا مغاربه، لقينا معناها الانواع الكل، اما توانسه ما فماش جمله، فما حتى توسي. رجع بينا القهوه قال تجي تشوفوا برا وروحوا، راكم الفنيه ذي معناها جايين وحدكم تلوجوا كيك، راكم باش تعملوا برشا مشاكل لارواحكم. معناها برا ارجعوا لتونس، تبعوا عن طريق السفاره، تبعوا عن طريق حكايه اخرى، ما هكا راكم باش تعملوا معناها شوشره هنا في البلاد، راهم الحراقه ينجموا يوصلوكم. قلنا له باهي تنروحوا احنا. مشى هو على روح، مشينا احنا كم ندوركم كوا كذا، ورجعنا في العشيه فايت لنفس البلاصه هذيك، قلنا لازم نرجعوا خايفش يجيبوشي توا يجيبوشي كذا. دخلنا عاد نحكوا مع العباد، نسالهم بالواحد 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 بالواحد. ما لقيناش الاثر حتى تونسي، احنا ما زلنا هكاك. وطلع علينا واحد من فوق، مش واحد راهو عيرود هاي الكروم، اقسم بالله انا لتو حاير هذاك يا اخي في ماكله عاديه ولا لا، والله رو وقت اللي سامي وقت اللي نقز بطمان، مش بطمان موكلي على حاله. احنا الساعه جرينا ما الحق، خفنا على الاخر معناها، هو ضرب كرتوش جرينا على الاخر ما تلفتناش ورانا، ما نسمع كان في صوت الكرتوش وحنا نجروا، وكان حسبونك المسافه هذيك يكون مش يعطونا ميداي دور، يعطونا الاوسكار اصلا. لا انا والله بالحق راهو انا نحكي فيها بقلب ضحكه، خاطر ما نحبش نتوجع. انا باهت في اللي تحكي فيه على خاطر نعرف اللي معناتها في 2008 9 10 11 الامن في ليبيا كان مستتب على الاخر معناتها. اي هو الامن بيدا في ليبيا يخدم فيها الحكايه. الامن معناتها كان منتشر انتشار كبير ياسر، معناتها ليبيا كانت بلد امن. امن في حكي في الحرقه ماهيش بلد امن، خاطر هم بيدهم يخدموا معاهم. هم انا نعرف شكون معناها من غير ما نسمي، هم بيدهم يخدموا فيها الخدمه ذي معناها. هم الكوادر نتاع الحاكم، هم هم الحراقه في ليبيا. واضح. الحاصيل مشينا غاديك ليبيا كيما قلت لك معناها، وقت اللي جرينا نقروا احنا كان في ريستورون معناها نتاع تونسي، معناها ما مشينا عارفين روحنا كيفاش وصلنا غاديك. هو اللي شد خلانا عنده، هو ركب وشد لنا كرهبنا برا وروحوا، ما عادش ترجعوا ليبيا خلاص معناها، ما زايد راهو اللي تعملوا فيه معناها، برا تبعوا القانون، برا شوفوا السفارات شوفوا كذا، باش تبع القانون باش شكون باش نشكي، نحكي على خويا باش نشكي بوزاره الداخليه في الوقت هذاك معناها، ما نجمش معناها نشكي في الوقت هذاك بوزاره الداخليه، خليت بابا شد الامور القانونيه وما وصلنا لحد شيء، قدمنا قضيه، شكون باش يسمعني؟ باش تمشي للوزاره الداخليه تقول لهم راهو خويا عاون امن هاو ما فماش، ما يسمعني حد معناها الحق نعطيك راهو، سيرتو في الوقت هذاك وقت اللي قفصه داخله بعضها معناها. وقت اللي فم برشا رقابه امنيه كانت. مازلنا في 2008 توا. مازلنا في 2008 نحكي لك معناها الكل قاعد نمسلك كل مره من بلاصه معناها. تطورت الحكايه شوي، بدا معناها بطوالت المده معناها، في 2009 عاودنا رجعنا لليبيا. عاودنا رجعنا لليبيا في 2009 بدينا عاد احنا نربطوا في الخيوط الديدات كذا، قالوا راهو فما البريود اللي خويا في ليبيا فما شقف غرق. تبعني سي سامي بالكذا، فما شقف غرق وفيه برشا موتى. قلنا لهم اعطونا معناها تصور الموتى. هزونا للخفر السواحل، شفت اكثر من 1200 تصويره يمكن. ما فماش خوك؟ ما فماش خويا. والحمد لله. الحمد لله. دورت الحبوسات الكل، مشيت حتى الحبس كفرة.
كفرة ما بين تشاد وليبيا، بخلاف الحبوسات اللي في ليبيا راه ما فماش خويا، ماهوش موجود. انا وقتها فرحان فرحان خاطر ما لقيتش خويا. خير اي ما تو يا ليتني لقيته. عليه يا خاطر خويا تو بقى مفقود، خاطر الوجيعة انك تلوش في انسان مفقود راهي مش سهله راهي. معناتها انت الى يوم الناس هذا ما تو انا لا نعرف خويا الحي لميت. انا تو ندخل الدار لازم انا فما سؤال في الدار لازم نجاوب عليه من غير ما تسأل امي، من غير ما تسأل لازم نجاوب على السؤال هذاك. سمعتش حاجه على اخوك كل يوم السؤال تقراي تكتبه هنا وانا لازمني نجاوب، كيفاش ما نجاوبش؟ شكرا على الحضور. كوثر حياتك تبدلت، معناتها نجم نقولوا كنت نجم تجي في حلقه اخرى تعديت قبل ما كجماعه اللي كانوا لباس عليهم ومن بعديك امورهم تعبت شويه. بوك كان مقاول لباس عليه بكده ومن بعديك مرض، ووقت اللي مرض فما شكون استغل المرض نتاع بوك باش عدى برشا دي شيكات بدون رصيد هكا ولا لا؟ واحنا كيف نعرفوا اللي وهما برشا شيكات وهو نحكي تحت رعاية أستاذة قانون محامية ما فماش ضم في الشيكات، كل شيك فيه 5 سنين. معناتها فما شكون معناتها فما شكون تنجم تلقاه محكوم قرن ونص شيكات بالقيمة انت وقيمة الشيك سيدة وانت وقيمة الشيك كيفاش ساديبون معناتها. اما الخبر الباهي كيف حكيت معك قبيله قلت لي وانه والدك حتى لتوا مازال موقوف ماهوش محكوم. اي نو فيت الحكاية بدات في 2012 معناتها بابك يعمل العملية سيتي اون 2012 قعد وقتها يمكن حكاية سيموا ما يقومش مفرج. وهو بابا معناتها عبد ياسر اونيد معناها كي يعطي ثقة ويعطي كونفيونس هكا هو معناتها ما يلوش برشا ما كانوا معاه دو ديريجون معناتها نجم نقول لك اللي مشاكلنا بدات من وقت هذاك من 2012 وقتاش احنا فقنا اللي فريمون معناتها اللي بابا غرق واللي عندنا مشاكل خاطر هو ما كان يظهر لنا حتى شيء راه اون 2014 En 2014, mon père a fait la première crise le 21 juin. Mon père a dit que c'était un homme, un homme, un homme, un homme. Mon père a dit que c'était un homme, une ambulance, et que c'était un homme. Mon père a dit que c'était un homme, un homme, un homme, un homme, un homme. Mon père a معناتها دي كريز دو نير وحكيت حتى مع الدكتور معناها خاطر هو ديجا من قبل كان عنده مشكل مع الاعصاب فهمت دونك مع المشاكل هذوكم زدنا غرقنا. انت خذيت الباك وبعد اللي خذيت الباك بوك هذاك بي ام دونك سيتي ان بو الحياه الورديه هكا ولا لا؟ كان عندك خطيب محليه على خاطر وقت اللي بوك جاوه المشاكل بطل منك حسب ما فهمت انا قال لي اوني بلو سور لا ميم لونغور دوند هكا بكل وقاحه معناتها قال لك ها اون فيت معناتها كان احنا معناتها جاتنا فريمون حاجه اللي نجم تقول معناها اون كومبارون بعباد اخرين تسمى مودري اما فينا احنا معناها في عائلتنا تسمى مصيبه خاطر كنا في لافيا اون روز دان كو تلقى روحك معناها سي با اون كيستيون تاع ماتيريال اما حتى عائله حتى اصحاب حتى ناس كنت تعرفهم حتى انت معناها وسط الشارع ناس معناتها ولاو كاريمون ناس اللي كانوا ما يخرجوش من دارنا يشوفونا في الشارع معناتها اون باس كوم هكيكا معناها كوم اكس ما يعرفونيش عائلتي اقرب الناس ليا معناتها ما لقينيش فيهم خير اما ان كونتر بارتي نجم نقول لك اللي زاد عرفت برشا ناس محليهم وعرفت برشا ناس على حقيقتها شكون الباهي وشكون الخايب شكون اللي يقف معايا وشكون اللي طايشني معناتها في بيريود اللي انا تنجم تقول طاحت بينا الكل خاطر بابا تو معناتها فريمون ولا في شيز غولونت معناتها اللي انكابابل ما نجمش معناتها ما نجمش حتى نحكي لك معناتها كل جمعة نمشي نهز معناتها كنا في تا ولينا في تا معناتها ملي كنت تحوز في بيا مشيخة مع أصحابك والعباد تقول والعباد حاسدتك على أنت عايشة فيه وكذا وكذا تلقى روحك شادة الصف تحت الشمس مع عباد ولا تحت الشتاء باش تهز القفة البوك اللي هو عايش على شاز حاجة أخرى سيسيمي معناتها اللي فريمون الحاجة اللي نحمد عليها ربي اللي احنا قعدنا عيلة سوليدي خاطر أنا عندي أخواتي صغار انا معناتها الكبيره عندي امي مريضه امي جاها ان كونسير اون 2012 مالغري هذا الكل تخدم علينا تو والشيخ شاتو بخي باش راجعوا حق بابا امك جاها كونسير وي
هبطت الكل مع بعضها يا اخي. انكور بير انا ما انت امك وراك اللي قاعده. مدام شنو احوالك يا اخي؟ كي تجي تجي كلها مع بعضها هي. الحمد لله ابتلاء من عند الله. ابتلاء من دون امتحان. ربي يخلص وحل راجلك ان شاء الله. سي عايش. وربي يشفيك بالله خاصك. عايش. حاجة أخرى سيمي أمان نحب نقول حاجة. تفضل. اللي أنا معناتها اللي نحكي فيه ما فيش وما تعديش، معناها أنا حكاية ديجا مازلت عايشتها. من الناس معناها كومون إيزون بروفيتي من يمكن لا جونتيس نتاع بابا اللي ماهيش ما كانتش موديري، فهمت؟ أنا بابا تو معناتها اللي كابابل باش يكون بحذية معناها باش علاش خاطر فلوسه هو عند الناس. معناتها هو عنده دي سوم كبار برشا. وانت جي سي ا تو بري سنين نورمالمون كمان ماستير بطلت ما مانيش نقرا نعاون في امي. اخويتي زاد عندي خويا يحضر في بي اف او صدقني مره يقرا مره احنا بحذا سفلين وبحذا لافوكا كذا وبحذا الميتر وبحذا القاضيه واحنا نشيرش تو بري معناتها باش نجيبوا حق بابا ونجيب حق خويا الصغير. معناتها نورمالمون انا كاين كل واحد يعطيني معناتها حق بابا ما تلقاهاش غادي ما تلقانيش انا هوني ما تلقاش امي تعبه. وصلوا كاريمون دارنا بيعوها و هكيكا معناها في بطه ولقينا روحنا في الشارع. سامي داري تسوى اقل شيء 3 مليارات، باعت على 90 مليون. دارك تسوى قداش؟ اقل شيء 3 مليارات. وتباعت بقداش؟ تباعت على 90 مليون، مسويله في 90 مليون. 90 مليون؟ مسويله في 90 مليون. البنك تحب منه 90 مليون. شكرا مدام على الحضور. 13 جانفي 2011 مدام ليلى العربي. مرحبا بك. وشكرا على قبول الدعوه. انت للاسف الشديد حياتك تقلبت نهار 13 جانفي 2011 لاسباب ما نعرفش معناتها تو ماليك كي نقولوا علاش ما خاطر كيف نحكي مع الصحفيين يقولوا انه حياتك وقفت نوعا ما وما عادش لاهي بصغارك الاخرين وكذا اما ما عندكش شوية فخر؟ برشا مش شوية. شوية معناتها وأنه ولدك كانت عنده الشجاعة باش عمل اللي قام به؟ برشا فخر مش شوية. برشا فخر وبرشا اعتزاز باللي عمله ولدي. نهار 13 جانفي 2011 رشاد شو عمل؟ رشاد في النهار هذاك 13 جانفي تفهموا هو الاولاد خرجوا في مسيره. معنا وقت خرج؟ خرجوا حكيت ساعتين ونص. انت وين تسكن مدام؟ انا في مرنى ولايه بن عروس. خرجوا منين هم؟ من الحومه من الحي. من مرنى خرجوا؟ اي من الحي نتاعنا يعني اللي ساكنين فيه. أي. معناها هي كانت مبرمجه ديجا فات كانت مبرمجه الخرجه هذيك. تلمو اللي شاف الفيسبوك وشاف الشيء معناها تعبى من 6 ديسمبر لين ولا متعايش معاه الفيسبوك كومبليتمون معناها عايش في وسطه. تبرمجت النهار هذاك تبرمج مع الاولاد بلا غير علمنا نحن فهمتني؟ نهار انا روحت بكري خاطر سمعت اللي فما برشا دنيا خايده وكل روحت بكري قيمت حكايه يمكن نص نهار ونص تلمو اللي صبح مع الفيسبوك ومع الشيء اللي صاير. سالني سؤال وقتها ما نجمتش ننساه معناها وما عطيتوش اهميه. اش قال؟ قال لي شنو رايك في اللي صاير توا؟ اش قلت له انت؟ قلت له والله يا رشيد انا بالنسبه لي انا تخلط الحابل بالنابل ما عادش فاهم شكون اللي على حق وشكون اللي ماهوش على حق. فهمت. تلمو اللي تسمع هاو جماعه سرقوا هاو جماعه قتلوا كل شيء سمعته. واضح. جاوبت بتلقائيه معناها ماهيش مخدومه في راسي جمله. هكاك كلينا حاجه خفيفه وكان مبرمج هو الاولاد وخرجوا خرجوا عاملين مسيره قدام الاثنيه نتاع المركز. المركز كان على اليسار. وهما كانوا شادين اليمين يعني كياس يعمل فايفيان وماده كبيره من هكا وماده كبيره من هكا شيرت المركز حكيت اش نقول انت في ال 45 متر و 50 متر الماكس. ولدي واقف مع الاولاد في الصف الاولاني. ولدي بحكم كونه خدم الجيش معناها ما يهابش الكرتوش عندك الاعتزاز بالعالم ولا الاعتزاز بتونس وكل معناها الشيء اللي ريته فيه هو ما ريتوش في اخوته بورتون وعنده زوز اكبر منه. أكل الخدمة تاع الوطن هذيك عملت فيه حاجة كبيرة في داخليته. وقت اللي تلقات هكا الأولاد فما هو جاي في الصف الأولاني ولدي طويل ولدي متر 81 معناها. بارك الله. جاي في الصف الأولاني بالكل
هز بالحشر يضربوا في المركز اللي هو مسكر كومبليتمون وما فما حتى امن لبرا. يخرج شاف اللي بجنبه صاحبه اللي بجنبه هكايا شاف امني قاعد يفيزي من الشباك هذا كان بيستولي معناه يفيزي. قال له ولدي على طول هكايا هز الحجره والاخر يعمل له رد بالك رشيد خاطر راه كومي الفوق اللي هو لحد اليوم هذا الشاهد متاعي. قال له عمل له يده الاخرى قال له ابعد انت. ياخذها هو هنا. يهبط سور بلاس. معناتها تضرب بكرتوشه في رقبته. هنا بالضبط. لهنا انا مادام ما فهمتش كيفاش تضرب لهنا وقعد مشلول على كرسي معناتها ما فهمتش شنو ما شنو اللي تمس معناتها. شنو اللي تمس هي رحله الدنيا كل من هنا. نقبه لاورت. لاورت اللي هو العرق الخشين اللي عادي. استنى سامحني لاورت نتاع القلب معناتها؟ ايه منقوبه؟ ايه بكرتوشه؟ ايه نقبت من لي دو كوتي دخلت في لاورت وخرجت. عمره ما زال في الدنيا. اكزاكتومون عمره ما زال في الدنيا. المعجزه وين حصلت؟ حصلت غادي المعجزه. وإل سي اونكاستري في تروازيام فيرتيبر تكسر تروازيام فيرتيبر وتقعد في لامويل بينيا معناها مالا شلل جاي من اكزاكتومون من العمود الفقري اللي وحدت فيه ال صارت له هيموراجي انتر وروزمون كونها ان بيستولي معناها كان جا سلاح اخر راهو مشي رقبته تطير معناها واضح. كانت هيموراجي انتر فوالا الكرتوشه معناها كيفاش جاتو. هبط الحاجه الوحيده كي سهلوا الاولاد رشيد قال لهم راني بردت. اي دوبوي عطاو حقه اعترف به كونه جريح ثورة لا جدال في الأمر. معناتها توا ولدك شنو أحواله؟ الحمد لله الفي ساعة خلينا نبداو بالطريق، شنو أحواله ساعة معنوياً؟ ساعات نحن أنا وياه تربطنا تولات عنا علاقة كبيرة. عنده خواته هو؟ عنده زوز أكبر منه ايه؟ وزوز أصغر منه، هو جاي للتروازيام. أنتم قربتوا لبعضكم أكثر بعد الحادثة؟ بصفة مهولة، معناها كي دي رشيد دي ليلى وكي دي ليلى دي رشيد، معناها ما دخلنا في بعضنا، فهمت كيفاش؟ فهمتك. تلمو اللي لجوغ اللي مأثر في حياتي اللي هو الكونسيبت نتاع الحلقة، معناها ريت العالم أبوهم بولادي ولا في كفة ورشيد في كفة. معناها تلمو يأثر برشا. معناها سي با فاسيل باش تشوف راجل تو دان كو معناها في اون شيز غولون. ممكن ياسر نقول لك حاجة وتبهت فيها سي سامي كوني أنا حاسة أكثر منه هو. لا ما نبهتش معناتها عادي. إي بورتون تقالت الجملة هذه قبيليك معناها الوالدة ممكن تحس أكثر منها. إي بورتون بكري في لافي معناها نتاعو كان أكتيف بصفة كبيرة. كان نص ساعة ما يقعدهاش على كرسي. الفيلم باش يتفرج فيه يقسمه على 7 مرات. معناها كانت فيه حيوية. عمل كوموندوس في الجيش زاد كمل معناها كلي. ما اكتيف ما نجمش نوصف لك. بيلقى روحه هكاكا. سي توشان. يخدم يقرا. هو شو عمل تو؟ هو خدمه جرح الثورة. هو كان بارمي. خدمه. بحكم النيفو نتاعه وكان بارمي ويخدم. فيش. يخدم في القباضة. أجون دو بيرو. فهمت كيفاش؟ نجم نقولوا كان ربي يفرج عليه وان شاء الله نسمع عليه كان الاخبار الطيبه هو والخمسه جرحى اخرين وراه واحد على كرسي ينجم يعمل معجزات معناتها ما وكل شيء لهنا ماهيش صحه ابدان معناتها كل شيء في الراس. وشكرا مدام على الحضور. انا حبيت في كل الحالات نختم الحلقه هذه بنقطة إيجابية. هو فما برشا حاجات إيجابية في الحلقة متاع اليوم معناتها وشفنا برشا مأساة وشفنا برشا إيجابيات لكن ملكة كلها إيجابية. تصفيق على ملكة 34 سنة. ملكة عندك باركور سمباتيك على الأخر وخفيف على الاخر يزينا من معناتها خلينا نكملوا بهداوه. معناتها انت كانت عندك مراهقه صعيبه كنت ديبريسيف كنت ياسر ما عنديش ثقه في روحي خاطر المجتمع ما يرحمكش
que ce soit في الليسي que ce soit في الفاكولتي معناها كنت ديما نحس بالنقص بارابور على البنات اللي يقراو معايا ولا لي جون اللي يقراو معايا حتى في اللبسه هما يلبسوا لبسات جون ويبداو فرحانين برواحهم وانا تلقاني نلبس كيما مرا عمرها 50 سنه ولا اكثر انا نلبس تاي 48 وهما يلبسوا تاي 38 انا كي تراني تقول مرا معرسها بصغاره هما دي جون معايشه في مسكره على روحي حتى مع الكومبورتمون تاعي مع العباد ديما نحب نرضي الناس وانا حتى كان حاجه انا مش مقتنعه بها نقول اوكي ميسالش نتبع تتبيع عطيني العباد ترضى عليا والعباد تحبني وعائلتي تحبني والاصحاب يحبوني معناها او ميم طون انا في معناتها يظهر لي تقصد يقبلوني اكثر من يحبوني يقبل ايه نوصلوا ليتاب لولا ساعه يقبلوك ايه ومن بعد يحبوك هذيك حكايه اخرى ايه؟ انا كنت كي جبت ولدي من بعد عندي ولاية توا عمره بريسك 4 سنين كي جبت ولدي زدت دخلت في ديبرسيون اقوى معناها خاطر دخلت في كل جيت الغروسيس وولدت وسمنت ومعناها وما نخدمش والمارياج متاعي غاتي ونحس في غاتي ومعناها نحس في روحي قاعدة نطيح ونزيد نطيح كل مرة قاعدة نزيد نطيح ومعناها مانيش نفسيتي مش مرتاحة دونك مشاكل 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 وصلنا للطلاق وطلقنا يمكن كيف طلقت فهمت روحك وحدك وفهمت شنو تحب وشنو ما تحبش ولا انا غلط لا غلط تعرفش علاش غلط خاطر انا قبل ما نعرس كنت وحدي انا كنت نجم نفهم روحي قبل معني انا مانيش جايه هنا باش نشجع على الطلاق ولا نقول معني نجم المراه كي تطلق استون ميو ولا حاجه هكا لا انا كي طلقت لقيت روحي قدام مسؤوليه كبيره اللي هي ولدي انا عندي حضانه ولدي وعندي وليد راجل تبارك الله باش يولي وكي نغزله كل يوم نقول نحب ولدي يبدا فخور بامه نقول شنو الاكزامبل اللي باش نعطيه له انا كي راه امه معناها مال دون سابو كي راه امه ديبريسيف كي راه امه وجهها ديما اصفر حالتها حليله تغزل روحها في المرايه تكره روحها خايبه مع الناس الكل ما تحمل حد هي روحها بيدها ماهيش حاملتها وهي وهو مسؤوليه معناها بوي راه مره في الجمعه راه بون اكثر وقت اللي يحب اما انا اللي قايمه بيه من الاول للاخر معناها انا جو سوي الاكزامبل نتاعو ديريكت انا اللي باش نعطيه مثاله انا المثال نتاعو في الحياه اعطيني التاريخ اللي بدا لك حياتك بون سيتي ديجا مون ديفورس بدا وقتها بديت وقتها نفيق شويه هكا على روحي ونفهم المسؤوليه اللي عندي مي صار نهار فما كورس سيمي ماراثون في المرسى اسمه لي فولي دو ميغارا مشيت وقتها باش نشجع انا مي تري بروش هو باش يشارك فيها سيمي ماراثون 21 كيلومتر كورس دو فون مشيت باش نشجع انا مي تري بروش قعدت واقفه في ليني داريفي يعني نتفرج في العبيد كيفاش راجعين اول معناها تظاهره رياضيه نحضر عليها هنا في تونس ما كنتش نعرف اللي فما دي سيمي ماراثون ولا حتى شيء وشفت الانواع الكل العبيد اللي تبكي بالفرحه العبيد اللي تبكي بالوجاعه العبيد اللي تصيح بالفرحه شفت حاجات معناها لي زيموسيون نتاعهم كل خبيتهم في روحي خلينا نقولوا للعبيد اللي الناس اللي تشارك في الماراثون اون جينيرال راهو ماهيش مسابقه باش يجي نمره 35 ولا 103 ولا 104 هي كورس ضد روحك معناتها سي اون كورس كونتر سوا معناتها ولو فات وانك تعدي ليني دايفي هو انجاز في حد ذاته وانت الحكايه هذه فهمتها نهارتها حسيت بك ليموسيون هذيك شفت حاجات شفت فيختي في عينيهم شفت فرحه في فيهم شفت سوفخ معناها ما عادش تفهمهم يسوفخ ولا فرحانين ولا سيتي هكا شارج ايموتيف كبيره وقت اللي وصل صديقي معناها مشيت نشجع فيه قلت له اسمه رياض هو قلت له يا رياض راني نحب العام الجاي نجريها الكورس هذايا وانا وقتها نوزن 100 كيلو راه قال لي راك تنجم قال لي حط في قلبك هكا بالضبط الجمله كانت هذيا نذكرها بالكدا قال لي حط في قلبك تتنجم هذيا معناها انا حبيت نوصل معناها نولي نعمل اتليتيزم وكورس دو فون في عام الوغ كو انا نوزن اوبيز وقتها معناها فهمت كاو حطيت في قلبي شنو هو التاريخ اللي بديت تترانا فيه؟ وقتها هي الكورس تي في افريل مي انا بديت بشويه نعمل في المارش معناها بديت من الاول نمشي
نعم في المغرب. بربي يخلي العباد اللي تصنع فينا تعرف معناتها خاطر من الاول تبدا بشويه بشويه وتزيد. كيفاش كنت تخرج نهار مرتين في الجامعه كل يوم كل نهار بعد نهار؟ كل يوم نقوم الاربع نص تاع الصباح. كل يوم درجين؟ كيفاش بديت من الاول؟ لا من الاول ساعه ما اخش نقوم الصباح بكري. ما اخش قداش؟ ساعه. ساعه؟ نجري نمشي ساعه ومن بعد بشويه بشويه بديت نجري شويه ونرجع نمشي، نجري شويه ونرجع نمشي. أي. حتى لين وصلت نجري 45 دقيقة سون زاغي. الحكاية خذيت لي شهرين هكاك. شهرين اي. ومن بعد بشوية بشوية بديت نحب نحسن في الفيتيس نتاعي وأون ميم تون ريجيم. أما استنى وقتاش غلقت 21 كيلومتر؟ أتو نحكي لك عاد. أون ميم تون بديت أون ميم تون عملت ريجيم. معناها مع أون باراليل مع لي زونترينمون نتاعي عملت ريجيم. مش كالريجيم تاع ريستريكتيف يعني تاع تولي تمشي وتدوخ، بدلت لي جين دو في نتاعي الكل. ومن بعد كي وليت نجري جونغ ساعة كاملة ما غير ما ناقف دخلت في جروب نتاع جال اسمهم معناها سي اون اسوسياسيون هي اسمها لي جوغرز دو تونيس. سي ان جروب في الأعمال الكل من الصغير للكبير، فما عباد تجري دي بروفيسيونيل معناها فما عباد دي زاماتور فما صغار فما كبار. وكاو دخلت في السيركل هذاك معناها نتاع الاتليتيزم وكل شيء وعملت لوبجيكتيف نتاعي هو الكورس هذيك اللي حبيت نجريها العام اللي من بعد. دونك دخلنا في لي زونترينمون كل يوم نقوم نهار بنهار نقوم الاربع نص تاع الصباح نبداو نجريو الخمسه نتاع الصباح حتى السبعه غير ربع السبعه كل مره نجريو في بلاصه معناها تولي سبور منه فما الكوتي بليزير والكوتي سوسيال و و اون ميم طون الجروب الاهميه نتاعو اللي انا عاونتني برشا اللي وقت اللي انت تتيح لك الموتيفاسيون وقت اللي تتعب حتى بسيكولوجيكمون وفيزيكمون هما يطلعوك حتى لين جي كاو معناها وصلت لابارونس اللي هنا فيها اليوم معناها من تاي 48 وصلت تاي 38 و 36 وافريل ديرنيي جريت السيمي ماراثون. برافو والله والله بخاطر يمكن ما كنتش مقدرين صعوبة الشيء اللي عملته، أما باش واحد في ظرف عام ولا بعض أشهر قالت لك أفريل بدات في جامعة عملنا جي 3 سمي ماراثون إن شاء الله أقل من عام معناتها شوية معناتها يوزن 100 كيلو ديجا باش يطيحهم وباش تجري 21 كيلومتر على فرد جنب بقطع النظر على الوقت اللي قضيته ولا على المرتبة اللي جيت فيها من نو سوغيسكو دو فرانشيغ لا ليني داريفي معناتها اللي وصلت حتى الاخر ما نجم نقولوا كان برافو. وانا نشكر الفريق الصحفي نتاعي على خاطر قلت لهم نحب نسكر بحاجه ايجابيه سكرنا بحاجه ايجابيه على الاخر برافو وتصبح على خير نجم نقول لك خلي حكايتي نتاعي واحده اخرى برافو.